بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أعزائي متابعين قناة عالم أحمد سموسي، حابب أرحب بيكم وحابب إن أنا أقول لكم على موضوع جديد. القناة إن شاء الله داخلة إن هي تحقق أرباح، يعني إحنا وصلنا دلوقتي 3500 ساعة، فاضل لي يعني فاضل لي 500 ساعة إن شاء الله كده وأحقق شروط السيو. الحمد لله أنا بقعد أدرس وأفكر وأشوف هعمل إيه جديد وإيه غريب علشان أجيب لكم حاجات تتفرجوا عليها. النهاردة بعون الله، يعني هي الفكرة بقى لها فترة يعني إيه بتلف في دماغي كده، والنهاردة قررت بإذن الله إن شاء الله لما أحقق أرباح في القناة بإذن الله ربع الأرباح في القناة هتطلع لوجه الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى ليه الربع، هو طبعا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، بس ربنا سبحانه وتعالى ليه الربع في ارباح القناه تطلع لوجه الله. شوف هنوديهم لحد مستحق او هنوديهم جمعيات. انا بقول كده علشان الناس اللي عايزه تساهم معانا، الناس اللي هتتفرج على الفيديوهات اكتر، الناس اللي هتشارك الفيديوهات وهتشيرها، تعرف ان انت لو جددت نيتك مع ربنا سبحانه وتعالى وعملت ده بنيه ان الربع من الارباح دي باذن الله لو في ارباح طالع لوجه الله، فده ان شاء الله ان شاء الله في ميزان حسناتك باذن الله. اتمنى ان انتم تشيروا القناه على قد ما تقدروا، وان انتم تبعتوا لي لو في افكار عايزين تتكلموا عليها، موضوعات عايزين تتكلموا عليها. واظن انا لغايه دلوقتي يعني بنتكلم في شويه موضوعات مهمه، يعني لو في حد عايز ينوع، حد عايز يتكلم عن موضوع معين، حد عايز يتكلم عن معلومه بعينها، انا مستعد طبعا. الحمد لله بنقدر نجيب المصادر الموثوقه لاي معلومه قبل ما ننشرها علشان القناه تليق بيكم وبمتابعينا. اشكركم جدا واتمنى ان انتم تتابعوا القناه من قلوبكم وان انتم تشيروها لوجه الله. سلام عليكم.